أما هلأ ليا بننتقل لفقرتنا التالية. يمكن كلياتنا اليوم عم نعيش بظروف صعبة واستثنائية، وبتلاقي الشباب دائما بيحاول يفكر بالمستقبل ويصنع شيء جديد ضمن مساحته ضمن الإمكانيات الموجودة. اليوم كثير من الناس بتقلك إنه أنا من خلال الدعم والتحفيز عم حقق هدفي، عم أقدر أصنع شيء بحبه وحقق أحلامي. اليوم قديش التحفيز والدعم بيلعب دور في حياتنا، قديش فعليا فينا نأثر على الشخص ونكون جزء داعم له. خلينا نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع الأستاذ عبادة دعدوش، متحدث تحفيزي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، يعطيك ألف عافية، بتشرف وجودي معكم اليوم. إن شاء الله حنحكي عن التحفيز بشكل عام وأهميته بوجوده بحياتنا، لأنه هو شيء كثير مهم، ولكن إحنا وللأسف فاقدينه من خلال الظروف الصعبة اللي عايشين فيها، من خلال الأزمات المتتالية على بلدنا. فنحن اليوم حنشتغل على كذا موضوع وكذا محور لأهمية التحفيز في حياتنا، كيف منحول الأمل إلى عمل. طيب عبادة، خلينا نحكي شو يعني تحفيز. إذا أي حدا اللي عم يحضرنا أنه أوكي شو عم تحكوا تحفيز، يعني أنه يعني هلا الخبز الغاز همنا اكثر، انه شو تحفيز؟ يعني بجوز كثير عالم تقول هلا شو هالحديث اللي عم تقولوا لنا اياه، ولكن خلينا نحكي شو معناته تحفيز، شو معناته نربي اولادنا انه نحن نحفزهم، انه نحن نعلمهم كيف يكونوا اقوياء صاحبين اراده وهن جدع مثل ما بيقولوا بالمجتمع. تماما، هذا هو الموضوع اليوم اللي احنا عم نحكي فيه بالذات، كيف لازم نربي اولادنا وكيف لازم ان احنا نحفز الشباب في زمن كل الظروف صعبة، في زمن الأوضاع كثير سيئة، في زمن الوضع فيه وللأسف اليوم أسباب المعيشة كثير صعبة بالنسبة للناس. فنحن النقطة اللي بنشتغل عليها، التحفيز هو مبدأ بسيط جدا، نحن نرفع من الإيجابية ولكن بشكل واقعي. أنا بقول كلمة كثير مهمة، أنا اليوم لا أدعو إلى الإيجابية ولا أدعو إلى السلبية، أدعو إلى الواقعية. اليوم نحن بنكون واقعيين، أوكي الوضع سيء ولكن ليس هو سيء جدا جدا، ولا هو إيجابي ولا هو إيجابي جدا. إحنا اليوم لازم نكون واقعيين. اليوم في عالم تركت أشغاله، تركت العمل على تدريب ذاته، تركت دراستها، قعدت بس عم تحكي على الأوضاع، بلشت تحكي على السلبية، عم تحكي على المواقف السيئة، فتركت كل شيء وصارت تحكي بس. فإحنا اليوم تركنا التدريب الذات، تركنا العمل على الذات، تركنا التدريب على النفس، حتى أولادنا صارت طريقة تعاملنا معهم بشكل سلبي. هذا الشيء عم يأثر عليهم، عم يأثر على رفقاتهم، عم يأثر على كل الناس اللي حواليهم. المشكلة المحيط كله هيك، يعني مش بس الأهل تماماً. يعني هلأ اليوم لما تعمل حتى إنجاز بالأخير محيطك ما بيدعمك، يعني بيقول لك شو هالإنجاز اللي عملته تمام. أو يعني إنه شو أنت أول حدا مثلا عمل هي الشغلة، أو أنت مثلا في كثير من الناس قبلك سبقتك، ما في عندك هي النظرة الإيجابية التحفيزية الصحيحة. يعني اليوم لما حتى هيدا مثلا أنت وابنك رايح والمحيطك كله بنفس السلبية، ابنك رح يتعلم السلبية، نفس الوقت الشخص بتلاقي لا إرادياً عم يفوت بهي السلبية نوعا ما، مع أنه بيقول لك أنا شخص متفائل إيجابي، بس المحيط كلياته هيك تماماً. هلأ في قاعدة بقولها دائماً، أنه اعتمد على نفسك ولا تهتم أبداً بالآخرين. فكلام الناس هي كالحجارة، يا ما بتحطها تحتك وبتطلع، يا ما بتحطها فوقك وبتغرق. حتى لو كان من أقرب الأقربين لإلك، حتى لو كان من أقرب الأقربين لإلك، حتى لو كان من أقرب الأقربين لإلك. نحن بزمان حتى لو كنا عايشين بأي مكان حتلاقي إنه كل العالم سلبيين. اليوم الإنسان بيفكر بالسلبية بشكل طبيعي أكثر من الإيجابية. بتلاقي الإنسان بيتذكر موقف صغير وصار ليلة عرسه وما بتذكر ليلة عرسه بالكامل. إذا هو طبيعة الناس أو أغلبية الناس طبعا سلبي، وطبيعة الإنسان طبعا سلبي. فنحن يجب علينا أنه ما نهتم بالعالم، نفكر من حالنا ونعتمد على حالنا. اليوم الحل أي أزمة أنه تعتمد على نفسك، في العمل على ذاتك وفي تحفيز ذاتك بذاتك، وما تستنى الإيجابي أنه حدا يجي إلا كلام إيجابي. هذا الشيء قليل حتى لو كانت الظروف منيحة، يعني هذا الشيء دائما موجود. لا تستنى دعم الآخرين، بلش من نفسك، بلش بقدراتك. اليوم عم احكي هذا الشباب، أنا شاب الأخير، ونحن كنا لو ما طلعنا كل واحد على حاله وما كل واحد يشتغل على تدريب ذاته وكل واحد يشتغل على تطوير من حاله وعلى تحفيز ذاته بذاته، ما حدا حيحفزه. حتى الأهل أيام اللي بيكونوا هن أكبر داعمين بيكونوا هن أكبر معارضين أكثر ناس عم يأثروا بشكل سلبي على الطالب أو على الطفل أو على الشاب بأي مشروع بده يساوي. فهي هي الإشكالية بالذات. الحل إنه يعتمد الإنسان على ذاته ولا يهتم بحكي الناس، فحكي الناس مثل الحجارة، يا ما بنحطه تحتنا وبنطلع،
يا يعني بنحطه فوقنا وبنغرق. نعم خلينا نحكي يعني نحن عن امثله او عن تمارين فيه اي حدا هلا عم يحضرنا فيه هو ينفذها بالبيت فيه يمارسها بحياته اليوميه حتى لو كان عنده ضغوطات. تماما. هلا اول شغله لازم يعملها اي انسان انه يبلش. انا اليوم ما بدي احكي عن التحفيز كتحفيز لانه اليوم انا حاحكي عنه كيف نحول التحفيز الى تنفيذ. انا اليوم التحفيز لحاله شو بيفيدني؟ الأمل اليوم لا يتم إلا بالعمل. اليوم التحفيز لحاله لا يكفي لجملة تنفيذ. فأنا اليوم بدي أحفز حالي كيف؟ من خلال التنفيذ، من خلال العمل على ذاتي أولا. طيب خلينا نعطي أمثلة تدريبية. حاطي. اليوم عمل على ذاتي. أنا مثال، أنا طالب هندسة، أنا بس عم روح على الجامعة، الدكاترة بالجامعة فرضا ما عم يتعاملوا مع المادة بالشكل المطلوب، فرضا الأساتذة أو المعيدين ما عم يأهلونا بشكل صح، المواد مواد نظرية ما فيها شيء عملي. طيب أنا خلاص تركت الدراسة، أنا بفقد الأمل بالدراسة، بصير بقعد ما عم أعمل أي شيء. لا، فيني روح أفتح على مواقع سورية أو غير سورية، من خلالها فيني أتعلم هذا الشيء بشكل عملي وصير أتدرب على نفسي. هذا التدريب حوله من نظري إلى عملي. كيف؟ يوم أنا بروح مثلا بحضر ورشات هندسية، بنزل على الورشة بصير بشارك فيها بشكل تطوعي. اليوم نفس الشيء الدكتور، اليوم الدكتور الأسنان، طبيب الأسنان اللي عم يدرس سنة أولى أو سنة ثانية جامعة. طيب أنت فيك تروح تدرس لحالك وبنفس الوقت فيك تنزل على عيادة بس تراقب كمراقب تشوف هل هذا الشيء عن جد مثل ما عم ينعطى نظري شوفه عملي. طيب والأشخاص اللي ما معهم شهادات؟ اللي ما أنا عم أحكي على السنة أولى والثانية. طيب الأشخاص اللي ما معهم بشهادات؟ اللي ما معهم أنا نفرض لا فرضا أنا شخص لنفرض عامل، أعطيني مثال أحدا مثلا عامل اليوم مثل شخص ما عنده أي شهادة وما عنده أي شيء، شو بده يكون مجاله مثلا فرضا اليوم؟ مثال أعطيني مثال مثلا شخص من الأشخاص، اي مثال اعطيني حتى اقدر اقول لك عليه. اي عامل اليوم لما نقول على الوضع المعيشي كثير يعني كانت يوميته 1000 ليره تعيش، خلينا نحكي او خلينا نحكي عن عالم ما عنده مهنه هي اصلا. تمام. ممكن قاعده ما عنده شغل. خلينا نحكي بالاول شيء على صاحب المهنه. صاحب المهنه مثل الحلاق اليوم انا بتعرف على حلاق، هذا الحلاق عم يشكي من الوضع، انا معه حق مليون بالمئة، الوضع سيء الوضع صعب، ولكن لازم تشتغل على حالك وتطور من نفسك بشكل اكبر. تمام. بشلون؟ من خلال اول شيء تصير تجيب قصات جديده من النت. تمام. تصير تشتغل على السرعه في عمليه التعامل مع الزبون. تمام. اليوم الزبون اول ما يفوت لعندك مشكلته، المشكله الاولى هي القصات الجديده، المشكله الثانيه هي السرعه. طيب هذول شو دخلوا بموضوع ازمه البلد فرضا؟ النوع الثاني اللي ما عنده شهادات او ما عنده مهن نهائيا. هذا الانسان واجبه الاول يبحث عن موهبته. يبحث عن شو؟ عن موهبته. شلون بده يبحث عن موهبته؟ في هذا الشيء احنا بنقدم خدمات مثل اكتشاف المواهب عن خلال من خلال انماط الشخصيه. فسر اكتشاف الموهبه هي اكتشاف الذات. اليوم انا لما اكتشف نفسي واكتشف موهبتي فانا بقدر احدد شو هي المهنه المناسبه لشخصيتي وشو هو الشيء المناسب لعملي. طيب بتقولوا لي هذا الحكي نظري، اعطينا العملي كيف؟ الشيء اللي انت بتأدي فيه بطريقه مرتاح فيها، مثلا انا اليوم والله بحب احكي ومنطلق بالحديث وما عندي مشكله نهائيا، فهذا الانسان معناته عنده مهاره اعلاميه مثلا. طيب مهاره بالالقاء والتحدث فرضا، فعندنا هي النقطه. طيب واحد ثاني بيحس انه هو بالرسم عنده استمتاع، بيقعد ساعه ساعتين ثلاثه عم يرسم، فهذا شو بيكون؟ هذا يا اما بيكون رسام يا اما بيكون له ميول هندسيه بهندسه العماره. طيب بتقلي انا ما طلع لي علامات هندسه عماره وما فتت جامعه وما لي مستقبل، شو اعمل؟ باختصار روح دروس ماده اسمها 3 دي ماكس او برنامج 3 دي ماكس، تعلم عليه. تمام. تعلم على 3 دي ماكس. هذا 3 دي ماكس صار في عندك شيء اسمه شغل خاص فيك. شغل شو بيكون؟ هذا الشغل انت فيك تشتغله وتصير تساعد المهندسين فيه. اليوم 3 دي ماكس تعلم هذا البرنامج لا يحتاج الى شهاده جامعيه. تمام. طيب انا بحب الرسم، تعلم الجرافيك ديزاين، تصميم الفوتوشوب فرضا، تصميم كيف تصمم اشكال مثلا وبصير هي للبيع. اليوم نحن اذا بدنا نشتري هلا اليوم لوجو من اللوجويات عم يكلفنا كثير. طيب هذا الشيء شو لازمه؟ مهاره هندسيه وموهبه وفن. هذا الفن الواحد عم يقعد 3 ساعات، انا بعرف شباب اليوم عمرهم 16 سنه بيقضوا 9 ساعات رسم وبيقولوا لي انا ما عندي شيء اسوي. طيب انت 9 ساعات هالرسم اللي عم تساويه يمكن هون عم اشير لنقطه انه بيقول لك فعليا الشباب اليوم
ما بيعرف كثير مثلا شو بده، مع انه بنشوف الجانب الاخر كثير من الشباب السوري خلاق ومبدع، عم نشوف عمل تطوعي، عم نشوف يمكن العمل مع جمعيات خيريه. نعم. فهون كيف ممكن مثلا هيدا الشخص يلاقي انه انا ممكن روح على هيدا المجال او اشتغل؟ لانه في عندك خليط من المشاعر خصوصا بفتره المراهقه، لحدد انا شو بدي شو بحب، لحدد انا يعني كشخص بشو ممكن انا فعليا ابدع. هلا النقطة الأساسية اللي هون، أول شغلة في عندنا نحن كذا مشاكل عند الشباب. المشكلة الأولى هي أوفر مشاعر، كنا اليوم عايشين بأوفر مشاعر وعايشين بصراع داخلي. نحن عم نعطي محاضرات تحفيزية بهذا المجال، عم نحاول نعالج الموضوع بشكل واقعي وبشكل عملي من خلال استعراض المشاكل وحلها. أهم مشكلة اليوم بتخلي عنا أوفر مشاعر وصراع داخلي هي الفراغ. يوم يكون الإنسان ما عنده شيء، قاعد ما عم يساوي شيء، فهذا المسبب الأول للدمار النفسي والاجتماعي والمادي والروحي. بده ينكش من تحت الأرض المشاكل. تماماً. فأنت لما تكون قاعد ما عم تساوي شيء بتلاقي لحالك مخك رجع للشغلات الغلط، لعلاقة فاشلة كانت بحياتك، لكلمة سيئة من رفيق من رفقاتك، لأب كان عم يحكي معك بطريقة ما منيحة. فبتلاقي الإنسان بلش يرجع للغلط. ليش؟ لما يكون فاضي ما عنده شيء، لما يكون فاضي. فاليوم الطريقة حتى تعبي الفراغ مو أنه تروح تلهي حالك بمواضيع، عفواً أنه ننزل والله أرجل. اليوم هي اسمها ضياعة وقت، هي زادت الفراغ، عطت مسكن بسيط بعدين رجعت للفراغ. الطريقة الوحيدة حتى تعبي الفراغ هي أنه يكون عندك رغبة، رغبة أنه تصير ناجح بمجال محدد وتصير عملك كله تجاه الرغبة. مثل أنا بدي صير أفضل مهندس عمارة، فأنا كل وقتي شو بدي أعبيه؟ بهندسة العمارة، بالرسم، بالتصميم، مشان أوصل لهذا الشيء. اليوم نحن نحتاج إلى قوة إرادة، نحتاج إلى عمل حتى نقدر نصنع الأمل. فهي النقطة، هي معادلة كثير مهمة. اليوم مثلا هي المشكلة، إذا قدرنا بس نحل مشكلة الفراغ عنا، أنا بوعدكم أنه مشكلة الصراع الداخلي تنحل بنسبة 70%، الأوفر مشاعر تنحل بنسبة 90%. طيب تقولي ليش؟ ما عاد عندك وقت لمشاعرك تقعد تفكر بالشي الغلط، ما مشاعرك موجهة لوين؟ للشي الصح. طيب نحن عنا حالة من التخدير، عم نخدر حالنا، وخاصة الشباب يلي مو ملاقي شغل، يلي فاشل بمرحلة هي من مراحل الحياة بسبب الظروف. نعم. خلينا نحكي تخدير الموبايل هو مخدر، العاب البابجي وغيرها وغيراتها كمان هي مخدر، يمكن لعب الشدة هي مخدر وضياعة وقت. تماماً. في كثير من القصص، السوشيال ميديا، تماماً، كل شيء هذول السوشيال ميديا، حتى المخدرات، حتى الكحول، في شيء عم يخدر عقول الشباب، عم يحبوا هاي الحالة انه هو عم يخدرهم، فنحن يلا منضل عم نخدر. هذا السبب عدم وجود الهدف ووجود الفراغ. كيف بدك يعني تعطي هدف للإنسان هو عم يخدر حاله؟ هاي النقطة اللي بدي أوصلكم إياها. اليوم نحن لازم نبلش إنه نبني هدف لكل إنسان حسب رغبته. لازم يبني إنه رغبة وعنده هدف. طيب شلون هذا الشيء؟ حسب الشيء اللي بيحس حاله هو مرتاح فيه. طيب ما بيعرف، فينا نقدم له بهذا الشيء، في استشير، يسأل المختصين، يسأل اللي بيعرفوا بهذا المجال، نحن موجودين بنقدر نساعدهم. وأسسنا على هذا المشروع مجموعة ريادة المستقبل، هدفها الأساسي أنه تساعد الشباب في اكتشاف مواهبهم وفي اكتشاف مواهبهم وفي مساعدتهم وفي اكتشاف شو هي الأهداف اللي بحياتهم من خلال خطة من أنا، أين أنا، لأين أنا ذاهب، إلى أين أنا ذاهب. بس لا يعني في كتير شباب ما بتمون عليهم، لا اهلهم ما بتمون عليهم، لا لهدول في شباب ما فيك تمون عليهم. صحيح. لا انت ولا اهلك ولا يمكن اهم عالم، ما في مونه هلا قاعد الجيل. نحن اليوم نحكي واقع، انا اليوم بحاكي بالمنطق. تعال اليوم انت شو موهبتك؟ تفضل. بيقلي انا ما عندي موهبه. طيب انا حاجي اقنعه بهذا الشيء من خلال شخصيته. ما رح يقتنع. طيب اذا ما اقتنع من خلال شخصيته رح اقول له بكل صراحه، اعطيني اي شيء انت ممكن انت تحبه او انت بتحبه بالحياه. اذا قال لي الببجي، انا قبلان مو بتحب الالعاب، طيب تعال اعلمك دوره سكراتش. شو هي دوره سكراتش؟ دوره عباره عن تصميم العاب عن طريق اللعب. تفضل اعطيني شو الشيء اللي بتحبه. بتحب المخدر؟ فرضا في عالم بيحبوا مثلا انه يفوتوا بمجال مثلا الارجيله،
طول وقتهم قاعدين بالارجيله، طيب مو بيحبوا الحكي كثير، طيب ليش ما تشتغلوا سوشيال ميديا ماركتينج مثلا؟ انه نعمل تسويق من خلال السوشيال ميديا، ما ان انت قاعده طول الوقت عم تشتغلي على الفيسبوك وعلى الانستغرام، طيب تعال اشتغل بهذا المجال، نفس المجال اللي هن قاعدين فيه، هن مفكرين ما بيطلعوا منه شيء، نحن من خلاله حنقدر نطلع لهم مصاري ونعلمهم فيه. فهون عم نشتغل بلغتهم. فانا اليوم يوم ما الاقي حدا عنده لغه فبشتغل بلغته. فاليوم هذا الشاب اللي ما عنده اي هدف بالحياه بدي اصنع له هدف، حتى لو اضطر الامر انزل لعنده وطلع منه شيء. هذا هو التحفيز، وهذا هو كيف نصنع من التحفيز تنفيذ. انا اليوم بدي اكون واقعي، اليوم انا ما جاي احكي يلا الشمس مشرقه الامور جيده، ولكن انا بحكي انه في عندنا اليوم لازم نشتغل على انفسنا، لازم انه نبلش هدف بحياتنا ونشتغل على هذا الشيء. تمام؟ نعم تماما. طيب بالختام خلينا نعطي بعض النصائح لفعليا نقدر ضمن هاي الظروف الصعبة نحفز نفسنا ونحفز المحيط، وما يمكن يعني لو جزء بسيط نعطيهم جزء من الأمل، لأنه في كثير من الناس يمكن هلا عم تحضرنا أو عم تشوفنا عم تقول كل هذا يمكن شيء نظري ما عم نقدر نحقق منه لو جزء بسيط، لأنه اليوم مثلا أنا همي مثل أمن لقمة العيش لأولادي، أمن المصروف، بعيداً عن كل هاي التفاصيل. تماماً. هلأ بدي أوضح لك فكرة، أنا أنصح نصيحة هي نصيحة شخصية لي كانت بالأول قبل ما تكون لأي حدا. اليوم الظروف الصعبة اللي عايشين فيها ما عم تخلي عنا موارد مادية، ولكن أنا شلون بدي أمن مستقبلي؟ أنا بأمن مستقبلي وبأمن هلأ حاضري من خلال التدريب الذاتي، اتدرب على مهارة محددة، هاي المهارة لما اتدرب عليها وصير قوي فيها، هاي المهارة من خلال تكرارها ومن خلال تجربتها ومن خلال التعلم فيها ومن خلال اكتسابها حقدر أنا مع الفترات أقدر أنه شو جيب مصاري من خلالها. أنا اليوم فرضا ما عندي شيء، ولكن أنا تدربت اليوم على مهنة الحلاقة، صرت الأول فيها، بعد سنة شو بقدر؟ بعد سنة شو بقدر؟ بقدر أجيب من خلالها مصاري، بقدر أحسن وضعي بأي مكان كان، مو بس هون. تمام؟ فنحن اليوم النصيحة الأولى وجيد شيء أنت بتحبه، أجد شيء أنت بتحبه واشتغل عليه وتدرب عليه وكون عملي فيه حتى تقدر تفيد نفسك وتفيد الآخرين وتبني مستقبلك وتكون رائد بحياتك. نعم. تمام؟ نحن كتير بدنا نشكرك على الحكي المحفز من الصباح، وأكيد كلنا بحاجة لأنه نحفز بعض ونوقف حد بعض لحتى نرجع نبني هالمجتمع من أول وجديد. شكراً كثير. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية وتشرفنا. شكراً لك، وإن شاء الله هيك يا رب قدرنا نزرع له هيك شرارة أمل صغيرة وتحفيز صغير لكل الناس، إن شاء الله بيكون بكرة أحلى لكل الناس.